افريقيا عشان معانا تليفون مهم جدا. معايا على الهاتف دكتور طارق الادور، المعلق الرياضي والناقد الرياضي. دكتور طارق، مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك واهلا أهلا بك يا دكتور تامر، وحشنا والله كابتن تامر. حبيبي يا طارق، ربنا يخليك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. طبعا حضرتك حضرت وكنت موجود في مراسم قرعه الدور الثاني للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022. انطباع المدربين، شفت القرعه ازاي؟ شفت المستويات، المنتخبات، مجموعات العشر اللي هتشارك في التصفيات القادمه، شايف النظام ازاي؟ ومجموعه مصر كمان تعليق عليها دكتور طارق. بص، واحنا قاعدين كده قبل القرعه كان واقفين قبل القرعه بفتره كبيره، فكان كل الناس بتتكلم يا ترى كده من المستويات الاول والثاني والثالث والرابع مصر احسن حاجه تقع مع مين؟ تمام. فحتى كنت قاعد بتكلم مع الكابتن محمد بركات طبعا مدير المنتخب الوطني، وهو كده قال لك ايه، انا نفسي من المجموعه الرابعه اقع مع توجو، والمجموعه الثالثه اقع مع ناميبيا، والمجموعه الثانيه اقع مع الكونغو. المستوى الثاني يعني مع الكونغو. تمام. الحقيقه مصر وقعت مع منتخبات انا من وجهه نظري هي تقريبا متساويه في القوه مع اللي كان نفسه فيها الكابتن محمد بركات ممثل المنتخب المصري في القرعه النهارده. مصر لما تقع مع الجابون وليبيا وانجولا انا بعتقد ان فرصنا ان شاء الله كبيره جدا في تجاوز هذه المرحله والوصول الى النهائيات. شوف هقول لك على حاجه عشان نختصر الكلام، انا من وجهه نظري ان فوق ان العقبه الاكبر في طريق المنتخبات الكبيره هي الدور النهائي اللي هيبقى ال10 منتخبات ابطال المجموعات. مظبوط. هيلتقوا وجها لوجه، اللي هو يعني ايه لقاء الحيتان بقى زي ما نقول كده، اللي هو هيكون في الدور النهائي نوفمبر 2021. انا اعتقد مش بس مصر على فكره، لا كل المنتخبات العشر بقى موجوده مع بوركينا والنيجر وجيبوتي كبطل افريقيا، فرصتها كبيره جدا انها تتصدر المجموعه. مظبوط. تونس مع زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائيه، اعتقد ان تونس برضو عندها فرصه كبيره انها تتصدر المجموعه وتصعد للدور النهائي. يمكن انا لا يعني بالنسبه لي المجموعه الرابعه والمجموعه السابعه هم المجموعات اللي هيبقى فيهم منافسه قويه. متفق معانا. بالظبط. مظبوط، احنا اتفقنا على كده. بالظبط. اللي هي فيها الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق وملاوي، اعتقد الكاميرون وكوت ديفوار قوتين كبيرتين. وانا بصراحه قبل ما نخش القرعه كل امنياتي ان احنا ما كناش نقع مع كوت ديفوار اللي هي في المستوى الثاني. اصلا كوت ديفوار منتخب كبير، منتخب عملاق، لكن هو تصنيفه اللي حطه في المستوى الثاني ده حقيقي. انا كنت قلقان ان نقع مع كوت ديفوار في المستوى الثاني، لكن الحمد لله الكاميرون هي اللي وقعت مع كوت ديفوار، هيبقى لقاء صعب جدا. المجموعه السابعه برضه فيها غانا وجنوب افريقيا، دي برضه هتبقى مواجهه صعبه جدا. اكيد يعني المستويات كلها قريبه في المجموعه السابعه كمان، يعني غانا، جنوب افريقيا، زيمبابوي، اثيوبيا، لا بالزبط. في تقارب في المستوى بين المنتخبات الاربعه. بالظبط. هي يعني يمكن حتى الكاميرون وكوت ديفوار معاهم موزمبيق وملاوي اقل شويه، لكن المجموعه السابعه فعلا هي اكثر المجموعات تقاربا في المستوى. اما يعني القوه العملاقه اللي انا بقول يعني انا بتخيل كده ان الجزائر كبطل لافريقيا وكمستوى في الفتره الاخيره، تونس فرقه مميزه، نيجيريا فرقه الحقيقه متميزه، الكاميرون يمكن بتطلع وتنزل لكن هي في الوقت في وضعيه جيده، نقول مثلا غانا وجنوب افريقيا فيها مجموعه صعبه المجموعه السابعه، المغرب ومعاها غينيا برضه في المجموعه التاسعه مجموعه تعتبر قويه نسبيا. لكن انا بتكلم على ان المنتخبات الكبرى ومواجهتها في الدور الاخير بين العشر منتخبات هو المحك الاساسي. وجهه نظري ان هي دي الصعوبه الحقيقيه في الطريق للتاهل بالنسبه لكاس العالم القادمه ان شاء الله. ووقتها كمان يا دكتور طارق هيتوقف او تتوقف مبارياتك في مرحله الدور الثالث والاخير على تصنيفك، يعني انت ممكن تتاهل مع التسع منتخبات الاخرى يبقى 10 منتخبات، بس تصنيفك وقتها هو اللي هيحدد انت هتواجه مين، هل من الخمسه الاول ولا من الخمسه الاقل. المفروض ده اللي انا هتناوله دلوقتي. انت هيبقى معانا 10 منتخبات، مصر حاليا تصنيفها في افريقيا السابع. حقيقي. لو فضل تصنيف مصر كده السابع والفرق اللي هي الكبيره السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، مواجهه لو انت بعد الخامس هتلاقي نفسك في مواجهه مع السنغال او تونس او نيجيريا او الجزائر او المغرب. مظبوط. المنتخبات الثقيله دي، فانا من وجهه نظري ان تجاوز الدور الاول ليس مشكله المنتخب طبعا المصري مع الجابون وليبيا وانجولا. انا وجهه نظري ان الاهم
هو ان منتخب مصر يعمل نتائج جيده، يتحسن تصنيفه، يتحط في الخمسه الكبار، فيقوم لما يتحط في الخمسه الكبار ما يقعش بقى في الدور زي ما حصل معانا في مباراه غانا كده، لما وقعنا عفوا في 2010 لما وقعنا مع الجزائر في مباراه فاصله، او 2014 لما وقعنا مع غانا في المباراه الفاصله لو تتذكر منتخب مظبوط غانا ساعتها فاز علينا في كوماسي 6-1 6-1 انهى الماموريه من مباراه الذهاب. فهو اهم شيء احنا نتقدم على الاقل ثلاث مراكز عشان نبقى رابع او خامس، يعني نبقى رابع او خامس، المهم اننا نبقى في الخمسه الكبار، فلما ساعتها نلعب في الدور، نلعب في الدور الفاصل ان شاء الله باذن الله، يعني يوم ايه نقع في فريق اهدأ شويه. يعني هقول لك مثلا افرض احنا كنا في الخمسه الكبار دلوقتي، مين من السادس للعاشر؟ هتلاقي مثلا من العاشر كونغو مالي، كونغو مالي غانا غانا والكاميرون، يعني اللي هي مستوياتها اقل دلوقتي شويه من السنغال وتونس ونيجيريا طبعا والجزائر والمغرب. فهو ده المهم جدا، يعني عندنا مهمه مزدوجه ان شاء الله، بس اننا نكسب عندك بتاعتنا باذن الله ونصعد النهائيات. الثانيه اننا نحسن التصنيف شويه عشان نبقى في الخمسه الكبار ونلعب الخمسه الفرق الثانيه اللي هي من السادس للعاشر. عندك فرصه طيبه انك تحسن تصنيفك، لان انت هتلعب تصفيات افريقيا لغايه شهر سبتمبر، عندك بطولة الكان في الكاميرون في شهر يناير وفبراير 2021، لأن التصنيف اللي على أساسه هيتحدد مرحلة الدور الثالث هيكون في أواخر أكتوبر أو منتصف أكتوبر عام 2021، فعندك مساحة وقت. ده لسه بدري قوي، لسه بدري. اه بالظبط، هيكون في بص بقى تصنيف هيتغير ويروح ويجي كذا مرة. ناقص لنا أربع مباريات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لعبنا مباراتين فاضل لنا أربعة. تمام. واحنا عندنا في تصفيات كاس العالم، احنا على فكره ما لعبناش في الدور التمهيدي، فعندنا كل المباريات اللي هنلعبها، ست مباريات في المجموعه، وبمشيئه الله ما نتاهل من اول مجموعه هنلعب مباراتين كمان، يبقوا المجموع كام؟ ثمان مباريات، ثمانيه في كاس العالم واربعه في كاس في تصفيات كاس الامم الافريقيه، يبقوا 12. ان شاء الله لو تاهلنا لنهائيات كاس الامم الافريقيه ممكن يبقى عندنا فرصه اننا نلعب سبع مباريات اخرى. بالظبط، انت بتتكلم احنا قلنا 12 و7 19 مباراه، 17 مباراه دوليه رسميه غير الودي كمان. تمام. لمنتخب مصر ممكن اننا نحسن جدا تصنيفنا خلال كل هذا الكم من المباريات. فرصه هي للكابتن حسام يظبط التصنيف قبل الدور الثالث. اخر حاجه دكتور طارق، التوقعات اللي قالها الكابتن محمد بركات كلها كانت مع المنتخب السنغالي، يعني كل التوقعات توج وناميبيا الكونغو كلها مع السنغال. ايوه بالظبط. انا على فكره اول ما اتحطوا المجموعات والكابتن بركات بيتكلم قلت يا سلام لو نقع في المجموعه الثانيه يبقى هو دعاء وجاب بالظبط كده، لان هو فعلا اختارهم بالاسم كونغو وناميبيا وتوجو بالظبط قبل القوعة يمكن بدقائق، وكلهم مع السنغال. كلهم مع السنغال اكيد. دكتور طارق انا بشكرك، ودايما كده عندك ارقام واحصائيات ودايما مهتم جدا بهذا الموضوع، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليك يا رب والمنتخب مصر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. شكرا جزيلا دكتور طارق الادور.